وتوجه إلى المدينة ووقف على مشارف المدينة. وقف على مشارف المدينة وطلع ابن حذلم بالقصة المعروفة وإلى آخره، ودخل ضعن الحسين إلى دار الحسين. طبعا زينب قريب دار الحسين، يعني تدرون يعني هاجت بها الآلام والمواجع. زينب رايحة البيت أخوة الحسين، والبيت خالي. هذا البيت كان كل شباب، كل رجال، كل. وإذا زينب راجع البيت خالي، ما بي بس نسوان وأطفال، يعني هاي العائلة، غير هذا كل شيء ما بي. بالنتيجة زينب لما شافت دار الحسين صاحت: يا دار، وين حسين يا دار؟ انت ان شاء الله تكمل زيارتك وترجع تلقى بيتك عامر ان شاء الله، باهله، بولاده، بعائلتك، باهلك، بوالدتك، بوالدك، تلقى البيت عامر ان شاء الله بجاه الحسين. فبس تدخل البيت وتشوف اهلك وولادك وعائلتك تكون مرتاح متونس. شوفتهم تسوى عندك الدنيا وما بيها، صحيح يولا؟ خصوصا لما مشتاق لولادك، مشتاق لبنياتك، عائلتك، اهلك. لما ترجع تشوفهم تنسى كل آلامك، كل أتعابك، تكون مرتاح، والله يجعلك مرتاح، والله يحفظ لك أهل بيتك بجاه الحسين عند الله. ترجع لبيتك مرتاح. زينب رجعت البيت خالي، خالي، ما بي ولا واحد، ولا شاب، ولا شاب. زين العابدين يقول: ما مررت على ديار عقيل إلا وخنقتني العبرة. ليش؟ يقول: هاي الديار كانت كلها شباب، الآن من أمر عليها بس نسوان تبكي، ولا شاب بهاي الديار. البيت اللي ما بي شاب ما ينسكن عيوني، صعب. بيت ما بي شاب بس نسوان، الله أكبر، الله أكبر يا أبا عبد الله. فزينب شافت بيت الحسين صاحت: يا دار، وين حسين يا دار؟ والله يا دار، وين حسين يا دار؟ وعن الجرى ما جتك اخبار، والله عن الجرى ما جتك اخبار، وشنه العذر لو جات خطار. والله خطار هذا اخويا معود الناس، هذا اخويا فاتح ديوانه من الصبح لليل، هذا اخويا الفقير يحتاج يجي، والمسكين يجي، والابن السبيل المسافر يجي، وهذا اخويا واخوتي معلمين الناس على كرمهم، الناس كلها تجيهم. زين انا من نرجع الباب راح تندق، من يفتح الباب؟ شلون بينا؟ والله يا دار، وين حسين يا دار؟ وعن الجرى ما جتك اخبار، وشنه العذر لو جات خطا؟ يا بشنه العذر لو جات خطا؟ شافت اخوها محمد بن الحنفية تقول له: جيتك بعد عزي ذليلة، خويا جيتك بعد عزي ذليلة، ان يوم الحسين اذل عزيز. يقول الرضا، الرضا يقول: الحسين اذل عزيز. انا وحق هو الحسين، وانا ما احلف على المنبر بس ارد اوصل حكايه لقلبك. وحق هو الحسين، لو اني اعرف معنى الحكايه، لو اني اعرفها اصعد فوق المنبر، لا اقرا مصيبه ولا اقرا شعر ولا هيئه، بس هاي الحكايه اقولها وانزل ونقعد نبكي عليها ساعه. هاي كلمه الرضا: ان يوم الحسين اذل عزيزنا. هاي كافي كلش، هاي تعزيه، تعزي هذه. تقول له: جيتك خويا، جيتك بعد عز ذليل، خويا ذليل ذليل، وعفت اخوتي بالطف شتيلة. انا جيتك بعد عز ذليل، وعفت اخوتي بالطف خويا جتيلة، جتيلة. يا محمد القصة طويلة،
شو احكي لك شو اقول لك خويا يا محمد القصة اقرأ وياي طويلة طويلة يذبل هضمها ما يشيل يذبل جبل عالي والله اخويا يذبل يذبل هضمها ما يجيله ما يجيله ما يجيله شقرا لك بعد دخلت زينب الى دار الحسين عليه السلام باوع لي بس دخلت اندقت الباب بس دخلت اندقت الباب انا قريت بالروايه روايه شوفوا سمعوني عدل روايه انه الهاشميات لما وصلن المدينه نصبا عزاء على الحسين وكان اللي يطبخ لهن الطعام زين العابدين انا قاعد اقول امام الفضاء هذه روايه مو خبر تاريخي روايه وارده عن اهل البيت وفي مصادر مهمه أن الكان يطبخ للعلويات زين العابدين الكان يطبخ المجلس الحسين إمام معصوم شوفوا هاي رواية عن أهل البيت واردة المهم يظهر الإمام زين العابدين كان يطبخ للعلويات وعدهن عزن دقت الباب زينب ورا الباب من الطارق قالها وافد على الحسين توقع هي ملشومة استوها طابة ببيت الحسين ويجي واحد يهيج أحزانها قالت له يا وافد الحسين ما موجود قالها سيدتي مو أنا مسافر وكل سنة أجي هيك يوم الحسين يساعدني يعطيني هدية تكفيني سنة أعيش بيها وأنا جاي على هالعادة أريد أبو السجاد يعطيني قالت له ما موجود أخ العرب الحسين ما موجود قالها زين أنا الليلة راح أنتظر بالمدينة حتى باكر الحسين ينطيني قالت له باكر ما يجي الحسين أخ العرب قالها سيدتي الحسين اكو عنده اخو ما يفارق العباس لابد الحسين خال هديتي يم العباس قلتنا خال عرب العباس ما موجود قالها خاف يم علي الاكبر قلت له ما موجود علي الاكبر قالها باكر عقبه ما يجون قالت له ولا شهرين اخ العرب ما يجون قالها سيدتي امرك عجيب لا الحسين لا العباس لا علي الاكبر لا باكر لا عقبه لا شهر اخبريني ما صنع الدهر بسادتي قالت له ما جور يا البنشد على حسين والله ما جور يا الدنجد على عزين على عزين على عزين انا اخويا ترك دم كربلا رهيب انا اخويا ترك دم كربلا رهيب انا عيوني تصد على المجبلين ويخطر ببالي ويا والله انا عيوني تصد على المجبلين ويخطر ببالي ويا قوم حزين خويا انا محيره ومغيره اللون هاي تدور عينها على ابو السجاد تقول له انا محيره ومغيره اللون شقل للذي عنك يا زوار جاوبوا انا محيره ومغيره اللون شقل للذي عنك خويا ينجدون دلهم هالغياب ويجون هيات بالمنزل يعود والله هيات للمنزل يعودون رجعت للنسوان هذا بيت الدعاء رجعت للنسوان تقول شقل لي اقف على الباب انا اخوان ما عندي انا شقل لي اقف على الباب رد اخوان ما عندي راح ليكرم الخطار بجية والدي وجد يا براح راح
علي يقرم الغطة. هاي هواي تأذيهم أهل البيت، ديوانهم مسدود هواي تأذيهم هذي. يا براحل يقرم الخطار بجيد والدي وجدي.